مدينة جنوب المطلع في المنطقة الشمالية من البلاد تعتبر من المشاريع الجديدة التي تعول عليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك بسبب المساحة المخصصة وعدد الوحدات السكنية إلى جانب الخدمات التي سيتضمنها المشروع، وهي الأكبر على مستوى المناطق الجديدة. على الرغم من المزايا والخدمات التي سيحظى بها من حالفه الحظ في التوزيعات، إلا أن البعض ربما تكون له بعض الملاحظات والمطالبات لبيت العمر، سنتعرف عليها أكثر من رئيس لجنة مدينة جنوب المطلع التطوعية سبع الدوسري.